ما إن دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ حتى شرع النازحون من الضاحية الجنوبية في العودة إليها، مبتهجين بتوقف آلة التدمير التي دكت أحياءهم ومساكنهم على مدى 65 يوما. بعضهم يحمل متاعا وأثاثا علّه يجد منزله لا يزال قائما، وهذا ما كان بانتظار البعض منهم. حصاد أكثر من 360 غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، دمار هائل طال كل أحياء الضاحية بأبنيتها ومرافقها وبنيتها التحتية الخدمية. عكفوا يزيلون آثار القصف من شرفات المنازل من مداخل الأبنية والمحال، يعيدون ترميم حياة كانت قبل موجة العنف الإسرائيلي الأخيرة. آخر يوم بس قرروا في وقف إطلاق النار، والله بعد الظهر دقوا لي وصوروا لي، قالوا لي المحل تكسر، يعني انصدمت، بس الحمد لله على كل شيء. يعني رجعت لقيت هيدا الحي هيك كله، والنار طالعة ودخنة، الحمد لله على كل شيء. وصلت لهون، هوي كان بعدها منيحة، وصلنا لهون بيقول لي رفيقي يلا قوم بده يضرب بيتك. وصلنا على آخر الخط، برمنا وجهنا ضربت، راح كل شيء. نحن موجودين هون بهالأرض من آلاف السنين، هن إجوا لهون، مش نحن جايين نعتدي عليهم، هن المعتدين. حجم الدمار الذي لحق بالمرافق العامة والبنية التحتية يشكل تحديا متعدد المراحل أمام السلطات اللبنانية، أولها إزالة الركام. نحن احتياجاتنا أولا إعادة فتح الطرقات، صيانة البنى التحتية سواء من مياه وكهرباء لحتى تقدر العالم ترجع على بيوتها، هذه من مقومات العيش، فضلا أنه حضور الدولة وأجهزة الدولة الأمنية أيضا لتخفيف الازدحام بمعظم المطارح وتنظيم حركة السير. ما ينشده معا خليل ما هو إلا حاجات آنية أولية، ولا يزال الوقت مبكرا لتقييم حجم الضرر الكلي وضرورات إعادة الإعمار وما ستتكبده الدولة اللبنانية من أعباء كي تعيد الضاحية الجنوبية إلى سابق عهدها قبل هذه الحرب. مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ توقفت الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، عاد أهلها وأمامهم صراع من نوع آخر، تحدي عودة الحياة لما كانت عليه. يلملمون ما تبقى من منازلهم وينتظرون مشاريع إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية. أحمد هزيم، الجزيرة، من الضاحية الجنوبية لبيروت.